لأهم العناوين اللي اتقالت في الجرايد عن النادي الأهلي من امبارح للنهارده. الأهرام، الخميس يوم الحسم في الأهلي. الأخبار، ثورة تصحيح في الأهلي يوم الخميس. الجمهورية، زلزال الخطيب يهز الأهلي. الشروق، الخميس الحاسم في الأهلي، الخطيب يناقش أسباب الإخفاق الإفريقي مع كارتيرون ويوسف، قرارات سريعة منتظرة من لجنة الكرة واعتمادها في الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة. اليوم السابع، رئيس القلعة الحمراء يدرس إجراء تغييرات في قاع الكرة، الخطيب كهرب المنظومة الكروية في الأهلي. الأخبار المسائي، الأهلي يجدد الثقة في كارتيرون، جهاز الكرة يجهز تقاريره وصالح جمعة تحت الطلب. الوفد، ثورة تغيير في الأهلي، الخطيب يطلب تقارير عاجلة ويجدد الثقة في كارتيرون وميزانية مفتوحة لصفقات يناير.